المجمع والكل يحاول أن يستمتع بهذه المباراة اللي تعد واحدة من قمم دوري الدرجة الأولى. حاول أن يستفيد من تمركز بقية الزملاء وهذه محاولة للدرسي. يسجل خالد الدرسي. خالد عكينة دكين حاول الدخول يدخل. ممتاز الدخول عن طريق عكينة دكين برصيدة ثلاث نقاط الآن. أكيد خالد على الدرسي يحاول التصويب يصوب ويسجل. يسجل خالد الدرسي. يسجل رمية ثلاثية من ذهب. جديدة أكينة دكين. أكين يحاول أن يعزز تقدم فريقه من خلال هذه الهجمة والآن محاولة من الوداني ويسجل. يسجل محمد الوداني. يسجل رمية ثلاثية. هذه محاولة مرة أخرى عن طريق أكين. أكين يحاول أكين ويسجل. يسجل أكينة دكين يضيف نقطتين جديدتين. خالد الدرسي فضل الدخول يقل كرة إلى جايسون. عملية الدوران والمتابعة. المتابعة وسجل. سجل عبد الرازق التركي في سلته. جايسون في المتابعة الدفاعية. كويدير إلى أكين. أكين يمرر باتجاه خالد الدرسي ويسجل. ممتاز المحاولة في ظل غياب الرقابة الدفاعية. محمد الوداني. خالد الدرسي. الدرسي يصوب ويا سلام. يا سلام ما فيش كلام. من خالد الدرسي الفنان ينجح من خلال هذه المحاولة في إضافة رمية ثلاثية. هي الرابعة في رصيد خالد الدرسي. يسجل يحيى. يسجل سلة جديدة لمصعد رقم الأصل. تنفيذ الكرة بسرعة عن طريق كويدير. يسجل. يرد السلة محمد كويدير بسرعة. يضيف نقطتين جديدتين. اللاعب محمد كويدير كقى 18 مقابل 15. الربع الثاني الأمور كانت متعادلة. العالم يشهدنا أخلاق لعيب كبير. الثلاثية على عمران الوداني في المتابعة الدفاعية. يقلها بسرعة إلى كين. خالد وكويدير يضيع والمتابعة حاضرة وهناك خطأ.